المقليات كتعتبر وجبات لا ينصح بها خاصة من عند الأخصائيين في الحمية والتغذية. الغنى ديالها بزاف ديال الدهنيات، وكذلك دهنيات اللي هي ضارة بالذات ديالنا، اللي عادة ما كتكون عبارة عن مواد مسرطنة كتسبب لنا في التهابات على مستوى الأمعاء، وكتسبب لنا في بزاف ديال المشاكل الصحية على المدى البعيد، خاصة في شهر رمضان من بعد يوم طويل ديال الصيام. فاحنا أننا نبداو بمواد سامة أو مواد ضارة بالجهاز الهضمي ديالنا، فهذا كيتعتبر واحد الحاجة اللي هي خطيرة جدا. لذلك يجب أننا نتفادوا الاستهلاك ديال المقليات اللي كتسبب لنا في الارتفاع ديال مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي إلى تتأدي لنا إلى أمراض القلب والشرايين. الدهنيات والمقليات في الفترة ديال رمضان كتخليش الذات ديالنا أنها تستغل هذه الفترة هذه وتنقي الذات ديالنا من السموم، كما هو زعما معروف أن خاص يكون في الفترة ديال رمضان وفي الفترة ديال الصيام. المقليات كذلك كتأدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، من مشاكل ديال الهضم، مشاكل ديال الامتصاص، الحرقه ديال المعده، مشاكل بزاف ديال الامساك. فحنا كننصحوا ان الناس يبتعدوا على الاستهلاك ديال المقليات خاصه في شهر رمضان الكريم، لانها كتعتبر مواد سامه ضاره بالجهاز الهضمي، وما كتخليناش نستافدوا من المواد الغذائيه الاخرى اللي كنستهلكوها.